خايفين منهم لأنهم مثلهم بأخطر المجرمين. أيعقل اللي خرج كيقوت باغي المستشفى ديال السرطان يكون مجرم؟ أيعقل اللي خرج باغي نواه جامعية فين يقراو خواتاتو وبناتو مجرم؟ أيعقل اللي باغي الشركة أو المعمل فيه يخدم يحسب أنه مجرم وزعزع الاستقرار ديال الوطن ودخول درجة كبير ديال المؤامرة؟ حنا ولادنا أبرياء، خوتنا أبرياء، حنا كنقولوها، حنا ما باغيين حتى نهار واحد حنا غير تكون عندنا غفلة فيهم نهار واحد ديال الحبس. لا، حنا ولادنا بغيناهم البراءة لأنهم شرفاء وأبرياء، ما قتلوا ما نهبوا ما اغتصبوا. ولادنا من غير البراءة حنا ما بغينا حتى شي حاجة، يا إما هما تعتقلوا من أجلنا حنايا وحنا غادي نغضوا من أجلهم هما، يا إما البراءة للجميع أو الاعتقال للجميع. حنا مستعدين نموتوا مع خوتنا ومع ولادنا في السجن، حنا ما بقاوش كيخوفونا في السجن ديالهم، ما بقاوش كيخوفونا حنايا بالاستضافات ديالهم، حنا صافي ولينا بحالنا بحال هذوك اللي في السجن. كما كانوا كيقولوا دابا الموت ولا المدلة، إنسان يعيش بكرامته أو لا حسن يعيش بكرامته حسن ما يعيش مدلول. إذا اللهم نعيش بالكرامة ديالنا وما نعيشوش مدلولين، الموت ولا المدلة، الحرية للإخوان ديالنا أو الاعتقال الجميع، لأن حنا ما بقاش عندنا حنا الثقة في القضاء. من خلال هذه الجلسة ديال اليوم اللي هي جلسة تمهيدية صراحة حطمونا الكيان ديالنا، ضاربين 750 كيلومتر جينا لهنا باقي حتى ما ناعسين، إلا كان حنا جايين غيصدمونا بهذا القرار هذا. لا، ما نعطيوهمش الطرف المؤقت لأنهم أخطر المجرمين. حنا كنستنكروا هذا الشيء هذا، كنقولوا لهم محدوم باقي في البداية باش ما يديروش شي حاجة اللي غادي ندموا عليها. حنا ولادنا ما غاديش نسيبوهم، حنا ولادنا نفديوهم كيما ديالنا كيما كنفديو الوطن ديالنا. حنا ماشي الريف وصافي لبلادنا، المغرب كامل بلادنا، الريف دائما غيبقى جزء لا أجزاء من المغرب. حنا باش يجلد واحد يقول لك عاش الملك، حنا عمرنا ما كنا مع، حنا كنا الضب، حنا ما عندناش شي حاجة مع النظام، ما عندناش شي حاجة مع الملك. واش اللي بغى المستشفى ديال السرطان وما باغيش الملك؟ واش اللي كيقول لك اللهم إن هذا المنكر وما باغيش الملك؟ حنا ما جبدنا حتى شي مسؤول، ما جبدنا والو، حنا عندنا ملك الضابط حقوقي، ما بقينا حتى شي حاجة، فيه مجال ولا شي حاجة، مجال ثقافي ولا اجتماعي. عباد الله دابا ولاو كيسمونا حنا بأبشع يعني أخطر المجرمين. يعني أنا كنقول لكم من هنا نهار من هذا كنعرف بأن الرأي العام كيتفرج فيا، حنا ولادنا من غير البراءة ما بغينا حتى شي حكم آخر. وعاد وخد 3 شهور ديال الاعتقال وديال المعاناة، لا ما تعتقلتش ما تعتقلوش غير 50 واحد راه بوكاشا، راه العائلة كاملة تعتقلت. راه حنا دائما كل أسبوع عندنا معاناة، كل أسبوع كنشوف راه كاينين الأمهات باقي ما شافوش ولادهم لمدة 3 شهور لأنهم الحالة الصحية ديالهم منعتهم أنهم يشوفوا ولادهم. وهذا الدمع ديال هاد الأمهات وهذا الدمع ديال هاد الأبناء اللي ما قدروش يشوفوا والديهم راه غيعتذروا عليه. إلا ما اعتذروش راه حنا لهم كالمرصاد، كنقولها وكنتحمل المسؤولية. هاد اللي هنا راه ماشي حنايا قطوط رميناهم وهما جمعوهم، راهم ولادنا وخوتنا مدمنة ولحمة،